هل يجوز لمس المصحف بدون وضوء؟ هون مسألة خلافية، أجمع العلماء أنه لا يجوز مس المصحف بدون وضوء. فقال الله جل جلاله: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قديش رح يطول معك الوضوء؟ دقيقتين، اتوضى وامسك المصحف الله يبارك فيك. اذا اضطريت في اضطرار، شفت قرآن واقع بالارض واضطريت انه تمسكه، جائز. اما لا يجوز مس المصحف بدون وضوء. اما انا نشرت فيديو انه لا يمسه الا المطهرون في سورة الواقعة، المطهرون ابن عباس وابن كثير والطبري واجمع المفسرون وقتادة ومجاهد ان المطهرون هون الملائكة، انا ما قلت يجوز او لا يجوز، انا فسرت الآية فقط. هل يجوز لمس المصحف بدون وضوء؟ اتوضأ الله يبارك فيك وامسك المصحف. ما هو دعاء الوضوء؟ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، تفتح له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء، فيا رب اجعلني أنا وكل واحد يقول آمين من هؤلاء التي تفتح لهم أبواب الجنة الثمانية. هل يجوز تركيب الأظافر الصناعية والرموش؟ بالنسبة للأظافر الصناعية إذا كانت بين النساء أو لزوجها وللزينة المؤقتة جاز، أما بس تتوضي شيلين الله يبارك فيكي. والرموش من العلماء من قال أنها تدخل في الواصلة والمستوصلة، ومنهم من قال أنها جائز إذا كانت بين النساء أو لزوجها أو للزينة المؤقتة. أما يعني مثلا تروح 6 شهور 7 شهور ما بيصير، لأنه بدك تتوضي الله يبارك فيكي. هل تكون الصلاة صحيحة إذا لم أقرأ سورة قصيرة بعد الفاتحة؟ نعم صلاتك صحيحة. أما السورة القصيرة هي سنة، أما الفاتحة هي ركن. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أما السورة القصيرة هي سنة. هل يجوز تنشيف الأعضاء بعد الوضوء؟ نعم يجوز تنشيف، ما في أي مشكلة. هل يجوز الكلام أثناء الوضوء؟ نعم يجوز. هل يجوز التنكيس في الصلاة؟ التنكيس في الصلاة يا جماعة أنه تقرأ مثلا بالركعة الأولى سورة مثلا لنفرض القارعة، فبالركعة الثانية تقرأ سورة النبأ. هون أنت قدمت القارئ ما سويت ترتيب، نعم يجوز. أما الكراهة وين؟ أنه مثلا أنت تقرأ مثلا بأواخر سورة الكهف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ترجع في الركعة الثانية تقرأ أوائل إذ أول فتية إلى الكهف، هون ما بيجوز من باب الكراهة طبعا. ما هو دعاء دخول الخلاء؟ اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هل تكشف ذنوب المؤمن أمام الخلائق يوم القيامة؟ لا، لأنه الله سبحانه وتعالى ستير، يحب الستر ويستر عباده في الدنيا ويسترهم في الآخرة. إن الله يدني العبد المؤمن منه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه. فإذا الله سبحانه وتعالى سترك في الدنيا، معقول بيفضحك في الآخرة؟ لا. الله يبارك بعمركم وعمرنا وعمر كل الموجودين وكل واحد يقول آمين. سلام عليكم.